دابا كما كنشوفوا تاع جمعيات المناصري ومشجعي فريق الكوكب المراكشي، كما كيعرف الجميع ما تعرض له فريق الكوكب المراكشي من حيف ومن تعدو بخصوص المقابلتين الاخيرتين. هنا هذا فقط واحد القوس اللي يفتحوا. كذلك لا ننسى بانه كما كنعرفوا بان الكوكب هذه اكثر من 17 عام هو كيتخبط في هذه المشاكل، ولكن لا يعقل ان كمدينه عالميه مدينه مراكش كنشوف فريق كبير وعريق كيطيح القسم الثاني، فهذا صراحه عار، اقول عار على هذا المكسب الذي نقول لك لا يشرف مدينه مراكش. وكما كنعرفوا دابا هذه نقول لك وقفات اللي كنقوموا بها ضد ناس لا علاقه لهم بالسير ديال الرياضه خصوصا في مدينه مراكش. هذا كنطلبوا السيد الوالي، كما السيد الوالي وحنا راه باب الولايه دابا كما كتشوفوا، كنطلبوا منه باش يدير هذاك كان واحد الخطاب سامي تاع جلاله الملك نصره الله، واللي هو ربط المسؤوليه بالمحاسبه. احنا راه الدول الحق والقانون، كيف يعقل بان فرقه كما كنقولوا فرقه عالميه وفي مدينه عالميه، فرقه كبيره وفي مدينه عالميه ولها تاريخ، وهذه السنه كتطيح الدوزيام سيري. احنا قلنا ان بان الكوكب لها تاريخ، وكما كنعرفوا بان الكوكب ايام الحاج الدوري كان العز، يعني كان حتى نقدر نقول لك اول فريق اللي عرف عالم الاحتراف قبل اللي يكون الاحتراف في بلادنا العزيزه. فلهذا كنطالب الناس بالسيد الوالي باش يتدخل، وكذلك من هذا المنبر اريد ان اطالب جلاله الملك ملك البلاد باش يتدخل ويشوف من حل هذا الفريق اللي هو في واحد المدينه عالميه ورد لها الاعتبار ديالها. بصراحه اي كوكابي واي مراكشي شنو تكون غير على هذه الفرقه وعلى هذه المدينه؟ لا يعقل. كنشوفوا هذا الفريق العريق توصل لهذه المرحله هذه، ولا هذا المجموعه تاع الجماهير هذه اللي وصلوا بهذا الفريق لهذا الحضيض، كل شيء ديال اليدين، راه حتى حنا كنتحملوا المسؤوليه، جماعه المراكشيين، جماعه المكونات تاع مراكش تحمل المسؤوليه، لما يقع في الكوكب المراكشي، لا حقناش بعد الناس نبقاو بلا تلاميمه وخليها الفرقه، تابع الخوان الخاوي وخليها الفرقه، إذن خصنا نديروا اليد في اليد. انا ما مع هذا ولا مع هذا، انا مع الكوكب، تنعرف بين الكوكب، صح تم الجماهير الكوكبيه، لهذا واجب على التغيير، كل شيء خصو يغير نفسه باش نغيروا هذه الفرقه. ونتمنى ان شاء الله الناس المسؤولين على هذه المدينه هذه يديروا لي ما يليبي باش يخرجوا الفرقه من هذه المسلقات، حتى هذا الشيء راه ماشي هو هذا. الفريق اللي عشنا فيه حنا تلعبوا على الالقاب ماشي هو هذا. ما كاين لا انتماء، ما كاين لا روح الفريق، ما كاين والو، لا يعقل، لا يعقل، حشومه. إذا خصنا نديرو اليد في اليد، بارك عندنا من النميمة، والهضرة للقهاوي والهضرة للخاوية. هذا الفريق تاع المراكشيين، وجميع المراكشيين مسؤولين. السلام عليكم خويا، أنا اليوم في الصباح مواطن في الخدمة، خرجت مشيت فطرت، خارج من المقهى ديال الفطور، غادي نتفاجئ من واحد السيد اللي هو خدام في نادي الرياض ديال مراكش، خدام في القاعة المغطاة بالشكرون، وقف عليا وهو يقول لي هاك وقال لي إلا ما تفرجتيش مع الرجال اللي كان غادي يفعلني غادي نقتلك غادي نضربك غادي يفعلني، باقي تنهضر معاه. فجا واحد الشخص من اللور ويعطيني بواحد شي حاجه انا حاده واش حديده ولا شي حاجه، ضربني على الراس ديالي من اللور حتى تحت في غيبوبه، ما عقلتش على راسي حتى وصلت للمستشفى، جا عندي الاخوان فكت من الغيبوبه عاد عاد وليت عارف بانه راه كنت انا واقف تنتكلم مع ذاك الشخص اللي هو كان معاه هذاك اللي ضربني. حنا دابا اللي بغينا نفهمو ونعرفو لك الجمهور غايب على الفرقة، واش هاد الناس هما باش يمشيو بحالهم؟ واش هما بيسكتو لنا؟ واش هما تيكونو العصابات بيسكتو العصابات باش يقتلو لنا؟ واش هاد الناس بغينا نعرفو واحد الحاجة، راه 19 سنة هما في الكوكب ما دارو والو، هما باش يمشيو بحالهم؟ منين كاع قالوها استقلوها هما دايرين تنقين عصابة، ها هو الصديق ديالنا هو ناس
ما صحه تعرضوا ليه بسياره وبقوا تضربوه بالزره وهو حاله خطيره بين الحياه والموت. هاني انا اليوم الصباح خارج تتعرضوا لي اربعه قال الله ما تفرسي على موسيقى كدر جاب الله رب بديك ارجع فاش رجع ضربني هذاك تحت غيبت اللهم انا هذا مطلوب Политика, жарить и кэш!